مستقل حال وكمستقل بون كويت ما تشوار نوعا كان كلام متصل مستقل بو ولي متصل بعام كوابون دواميا كلام مستقل أما منفصل بو سيهما غي العقل عقل وهو عقل أكريم مخصص بغي يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين بل عقل الصلحي بو أميك دليل بلسر تخصيصي همو أو نفسانيك مشتمل مسا تكليف شرعية كان بشي بويك قصري أو نفسانيك تسر يعني عقل وكاربك لسر أو كسانيك أهل التكليف إنك غير أوان لصغار ولا مجانين يعني إذا مثل أخوائي قولي فرمية أقيم الصلاة هذا سر بهموانا ويخو عقل عليه صغير وشد برناكوت هو تخصيص يكا عقل توب عقل ذاني وايا وقد أيد الشرع دليل العقل وشرع دليل عقل تأييد كدوة فجعل منات التكليف البلوغة مع العقل هاتوا مثلا منات تكليف يعني علاد وتكليفي كردوة بدوشة بلوغي بلوغ نقبة تانية عقلي بتانيانا بلقوا بلوغي مع العقل حالي منات تكليف وايا يعني كسر التكليف تعلق به وقل به هم بعلق به هم عاقل به كما ذكرنا من قبل ومثال التخصيص بالعقل مثال تخصيص بالعقل قول الله تعالى كافر من أقيم الصلاة كتب عليكم الصيام ونحو ذلك من النصوص العامة لو نسانيك عموما في التكليفات الشرعية مربوط بتكليف الشرعية كان كلها خصت بغير الصغار والمجانين قشتي تايبت كلاون بغير الصغار والمجانين والمخصص والعقل لا مخصص عقله والشرع دل على ما دل عليه العقل والشرع شخوي الدلالة الأكالة العشتي كعقل دلالة الأكالة سليم شرع عقل كاميان بيشتر عقل بيشتر شن وقتك شرع دين شرع الروبرو أبين لقال كسيك أو كسب عقله عقله بس ما شاك عقلك إلا وجوده مقدم لك الشرع كيان متواجبين بلا ما قال شرع كلامي إخوانية با نا لا أرزو شوايا أخي ما شخو بس أرزو كلامي إخوان قديمية وايا باش نا يا ماذا شونا أو كلامي إخوان أو قديمة أو موضوع كثير دواء في نظر الشرع الشرع يعني برنامج زندقي عايزة مثلا القرآن أنها تبو إيما شرعية ما نبوخو أبي بي جاء مجاء بي بالشرع سمعنا على وين وكذلك النصوص العامة نص عامة التي لا تشتمل على تكليفات أو نص عامة نشك تناند تكليف يعني ولكن العقل يقضي بتخصيص عقل حكم قابة تخصيصات تقول الله تعالى كافرين الله خالق كل شيء خو خوش شيء أخوة خو خوا خالق خويني عقل يمو ما نفير وانيا خاص بما عدا الله جل جلاله تايبت بوي بغير إخوة فهو الدائم الباقي غير المخلوق خدا دائم باقي وغير مخلوق شيء وكذلك قوله تعالى والله على كل شيء قدير فلا تشمل القدرة خلق الله نفسه لما قلناه آنفا مثلا خوالة الهموشتك توانايا آية توانايا ويها يخوي دروس كربية متواجبين نخيل قدرتيني آية مثلا توانايا ويها برديك دروس كادوا يخوي في برزو النبي مثلا ثانيا آية قدرتي خوة شاملية ودي خوي لكارخة وانه ناكلي وانيا بس او لو صورتنا او اشتانا عقل تخصيصيك يعني والله على كل شيء قدير والله على كل شيء ممكن قدير رابعا العرف عرف ما جاء وهو يصلح ان يكون مخصصا للفظ العام اكرم مخصص بلفظ عام وهذا مذهب المالكية أجل مثلا أو عام عرفة كان بتخصيص بمخصيص مذهب مالك كان قال القرافي كمالك مذهبة وعندنا العوائد مخصصة للعموم لا يما عوائد يعني عادة كان تخصيص عموم أذن ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوه في قوله تعالى ولو مثالني كمربوط بتخصيص عموم بعرف أو يكلم ورد فرمودي إخوة الوردقار وتيانا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني إذا كان شيء من أركان إخوان عند ذنب ببي عندني حولين كاملين دو حولي تواو لمن أراد أن يتم الرضاعة أو كسي كبير زمن الرضاعة كدو صعب بات سر وكان إنه خص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهما إرضاع أولادهن
وكان أمن الصا يا عرف إنه عرف خاصة يعني خاصة هذا النص أمن سيت هاي بذكروا بغير أو دايكاني كعادة يعني شيري من البدن مثلا نية لبرك خانة وادو بن مالا عادة يعني واقوة لقال من على كلا دايك بوا يتر برجني أو مالا جني بدايك كي خوي شيري أنا دابا من على كلا داين يعني وقرتوا من على كلا مسباردوا بداين فوليان بداين كداوة أو شيري كداوة إيسا مثلا رجل آية الناظر بوا آياتك حكمك على دايك شير بدابا من على كلا شاكا يعني دايكيك كعادتي وعيشير أداب ابنه فإن أجل تبقي عادة عرف دايكيك تاعي تشيري بابنه المداواء باشا مشمولي أو حكم نامي تاعت عرف فقال لي وابا مخصص حساوك هاي سمتواجبون بلي ومنه أيضا تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء. هل لو تخصيص عرفيها تخصيص لفظ طعام بس هذا الطعام خب هاتشي توبي خوي طعام بلام لزماني تيغم بلا صلى الله عليه وسلم طعام بشي أو ترى أو طعامي كمتداول بو عرفي أو كات طعامي إطلاق كرسر هرشي طعامك من زود أو شتايا ففي غنبر نهي كدوه دلوزي خواهي لسر بيه لسر أما كتوه طعام بجنسي خواهي بشي ويتفعلون بدي بس قدم بيبا قدم إضافة ثاني أنا ولا هي كدوه أجر قرار بيشتين أعيسش طعام بيه بلا من زماني في غنبرا طعام نبو بيه أو نفرش عمل إلهي حالي تفعلون لكي أدرس تبكي بو بيه أبي أما شاروكو مثلا زهابي بلا أمخصة كدوه كوبالك لعلماء غير كعلي غير واحد نقيك يا العلماء بلكم مثلا دو سي هزاران ديان وصدان. ومنه أيضا قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الأمم الظالمة سخواي فرورد قال لما وردي أبا أو باوك نابودي كردوا بعض الأمة الظالمة كان فرميتي أفرميت تدمر كل شيء بأمر ربها يعني أو بايا هموشتك نابود دكا بلان ديالا بأمري فالوردقاري باكي بأمري فالوردقاري أي تدمر كل شيء جرت العادة بتدميره يعني أو بايك هذا همشتك نابود أكرك عدد وهي تدمير ببس تدمر كل شيء جرت العادة بتدميره بتدمير أو شيء مثلا بمثل هذه الريح بما نندي أم جوربا بدليل بشيء بدليل ما ذكره الله تعالى بعد هذه العبارة وهو قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأنها تبوا مع ركان النبي هشتى بدينا فذيني مع ركان بباكنا رخاء فالأوم بايا مع ركان تدمير نكر حاضرين فالعرف وتخصيصك يعني عرفا وعادة عرفا حيثنا ما بشي نابود هو حاضرين وقت يكال ان هيتشي نهيشتوا بشتي نابود كردوا حموشتكي نابود كردوا وايا مثلا وقت وايا اللي أفادر بشوية دي قولا كنا هيتشي نيلا هيتشي نيلا ان هيتشي نما دي أشي مثلا دار ماهو خانو ماهو ونيا اوشتانا هم ماهو حالبي وعرف تدبيرك بشي لنا تدمير يعني مثلا هرشتي كباوت ياتي هرشتي ببات ياتي مثلا وجورشتانا ليرا آيسا اگر باياكي قايم بي مثلا عادة شي تدمير به أو هيك تدمير به ولا بين شيء مثلا دارشكي شو زالم باغ ويرانا به مثلا أو بس الأوى لكن هذا اليوم شتاء وخاتة ناحية ومنطقة بلقو مالو شد ويرانا كا طبعا مثلا خانو نارو خيني مالو خانو ممكن أن يبدأ بجورة سواء مثلا بخاتر جير أو جورة ثانية ولا باكوا نارو خيني كنا وتأوى آياتك الله تدمر كل شيء بأمر ربها لدوايا فرميه فأصبحوا ويا لها تلك لا يرى بدينا نكراه اشتد إلا مساكنهم إلا مسكنكاين يعني مسكنكاين بباك تدمير نبوة أو عقين متواجبون فس أقر وتيتي حبوشتكي تدمير كردوه خولي وا أقر فكر عالم أنك إتوه مساكين شقريتهم أو حاببون
ومنه أيضا ما قاله تعالى عن ملكة سبأ مثلا باتي واقع لو أوتي يد من كل شيء خواهي قرر لزواني ففصل ما نكو يقرر لزواني أول على أو جنا كملكة سبأ درابو يد هموشتك نا شاهد إذا منه نكبه ونخوي أولنية شاهد نخوي وجودك النبي دخل ما زاني لها مشتك درابوية يعني مثلا هموشتك درابوية أي أوتيت من كل شيء مما يحوزه أمثالها يعني هموشتك درابوية لويكوا أمثالي أو جنا حائزي أبي يعني داراي أبي من ذوي الحكم والسلطان لو أنك حكم سلطان يعني وبويك مثلي أوي عندي أنا زورش لو عنيك سليمان بي أو نيبو مثلا حالبي يا أوقتك أوتيد من كل شيء خو أول وقتي يا أبو تاوانا نقول لو زمانا نتوبي بو نتامي بو ونيا ونهجي بو فس كواتا أوتيد من كل شيء يعني عادت بفي أو زمانا وبفي أويك معمولا بو جميكي آواك حاكمية بقرية الدس شي فيه ويستلك رسا وسائل أمانو وشي درخوري أويا لإختياري أو ببو لإختياري آو حالب ومن التخصيص بالعرف ما إذا أوصى بدوابه وكان في بلد يقضي عرفه بإطلاق يقضى أرب يقضي عرفه بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب وسكابراي وسيتي كردوة دواب من بند فقير هجان أو دواب أو أج أو دابان كمان بلفظ دواب وديتي دخو الدواب أجر معنى لغتي لا بقري ما يدب على الأرض هذا بس عذاب الروع يعني مري هيا بزني هيا مثلا قاي هيا بيش قريتو عربي بلا عليه عرف تخصيص يكا لا تخصيص تخصيص بعرف أويك كسي وصير كابا دوابكي ولو بلد داك أو إتيايا يعني كابرا لبلد يكابي عرفي أو بلد حكم كابا ما كأم اسم إطلاق فر شارواكري فقط دون غيرها غير شاروا للدواب فإن وصيته أو كات أو كأيش تحمل على الخيول كات ما كان ينابخ شنو دواي حالبي أقل أفو ما ينشتري أو أنيان دون ما عنده من أبقار وأغنام ببيع ويك أو أنت للاتي أبقار جمع بخرة أغنام جمع غنم أو أنيان حالبي أما تائرة بحثي أمال مخصص متصف أمانا نيام جورشتانا بوليك دانوي زور شد بيويستا مثلا إنسان أبي أو زمان ومكان ومحل وأوانا أبي لنظر قرية بو معنى كرنوية والفاظة الأوانا شهد الجالي بعموم بقرية مثلا كابرايق مثلا سيبسي طلاخي خواردوه مثلا ليوا لسر أويك حربو أو دابية باشا بيجي سواري دابة ناب أقر عرثي منطقة كحكم كابا وكداب منظور أسباب أقر أو كابرا بيه مثلا سواري كربية طلاقينا كربية سواري هي سربية طلاقينا كربية شنو أنا دابنين هل شيء للغتها هر دابنا وانيه شنو ما يديبوا على الأرض شيء دابية بحيث لغته برام شنو عرفك إطلاقي دابية مثلا ما كخيناك آوة توجبين مثلا أقر كسي حكم كا بلا كسي طلاقوا يا سيولخوا بيجي سواري شوارتين عبو مرزول أقل معنى اللغة سيوين هرتي بشوار ضابروا كشي مثلا لمن تخيك كشوار بيه بكر أوي أقل ما هم أنا مثلا لمن تخي لا يتنان شروانا بس أقلين شوار بيه متواجبون أو نمشي بس أقلين شوار بيه ولي بعد شوين في تنهاية بكر أوي شوار بيه أقل سواري شوار بيه دارم دواي سواري ياسر بيه لقل الله ياسر شوار بيه شي هيا وايا ولا شنو عرضي منطقة بكر على شوارد بهي سرنا من طلاقينا كذي أو متوجبون أقل كثيك مثلا طلاقي خوارد به بلو بوشنا أخوة ولي شيء قوشتي ما في خوار طلاقينا كذي شن معمولة ناي ثانية لعرضي خمانا إما وثمان قوشت منظور بان قوشتي حيوانو قوشتي قارلو أو قوشت ما لناوة ولا كاكي إما قوشت ما نبو يوم أسي معنو متوجبي مثلا دون النهار كي كان أم نهارا يجي قوشت مان مباشا طلاو قوشت مان ولا فاكه يما قوشت مان نبو أي يما برنجو ماسي مان حالبي دخو ما فيش القوشت كواتب يما لعرفي خو مانا إطلاقي قوشت سر ماسي ناكي
كاتا اگر كسي سويني خوار دي مثلا گوش نه خوا بلا ناسي خوا تلاقي ناكلي سويني گي ناكلي او حابب شو المنظور يا ونم المخصص المتصل اي منظور بالمخصص المتصل يعني اي غير المستقل يعني مخصصك غير مستقلة وهو كما قلنا ما كان جزءا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العامي أويك بشيك لعبارة أو نصي كنصك اشتمالي بس اللفظ عامك آية فهو إذن أو لو كانت كلام غير تام بنفسه كلامك كبنفس خوي تامية وهو أنواع نوع كنوعك نيشك لو أنا استثناء لا استثناء شيء الاستثناء هو عبارة عن لفظ متصل بجملة استثناء لفظك كمتصلة بجملتك وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه معلوم شاء أم لفظ استقلالي بنفس خوينية بل بحرف إلا أو أخواتها بابي بركو أو استثناء بحرف إلا كريا أخوات إلا بابي الدليل الثالث على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به شاكا وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه بنفس خوي مستقلني بل بحرفك كريم أو عبارته قلنا تواب وعي بل لسن لقل أوي إسناك بحرف إلا أكريت واني لسن أوي يعني أو علايا لسر أمك مدلولكي مبثنية لشي مبثنية مما اتصل لو كلاميك حرفكي فيه ومتصل بوا كحرف إثناء وهو لحال وحال إثناء ليس بشرط ولا صفة ولا غاية نشرت أو لفظك إثناء تقراوة نشرت نصفة نغاية البتاء مانجر مخصصات برا وقتك يما بو لفظي يجني إثناء هيك كامل معنى النبي ومن صيغ الاستثناء بس غير استثناء إلا وكأو مشهورة غير وعداي وما عداي وما خلاي ليس ونحو أمانه كنا نحو خلو تانا ويشترط لصحة الاستثناء وصحة الاستثناء بشار جري أن يكون متصلا بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما أشياء أولا حرف استثناء كمتصل بمستثنى منه هو ببيع وكفاصلة تخلل يعني بينك كبينك فاصلة إذا كوجة بينهما كوجت ديواني أو ما هو في الحكم المتصل يا أجر متصل نبوء أشياء الحكم المتصل به وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وحتى قصي وشكرا وكاستثناء منفصل شهر درستة وإن طال الزمان مثلا جمع جماعة شندا نقول يمين عليك مثلا كابلا اشتكوا أبي يعني بيجي مثلا سيبسير طلاق مكوتبه إلا دانيك يا النبي هو دواني يا كبير يا إلا دواني يا النبي هو دانيك يا كبير باشا بلا نام استثناء كيف يعني اگر كابرايك سيبس طلاق اخوان بوجودة دواي مانيكي تريش او استثناء كروتي دانيكي النبي او دواني النبي استثناء كان درست حالبي حتى هي صالح شيء يعني قصية بو صالح باشا بس منظور اويا اگر ايمان مثلا بدواي او جوار خولو قرارو او جوارشتانا بقرن كابرانيه سيبس طلاق كدوا قوان دوا مثلا صالحي في شو دي فرسكابته أتواني لس الرأي أوى لس الرأي أو عالم كيسنا بلك هذا بوي إلا دواني النبي حالبي بوي داني كي كنت بيرد على كي بخاصك ها دي وأكل بلا إلا سكين النبي نبي آخر استثناء شرطي وياك عشان مستغرق نبي حالبي لا وإن طال زمان شعرا جاء أنت هذا شريك شو ده ولا تلزم جماعة صالح شيء يعني وهذا قول مرجوح الولي أما قولك مرجوح والراجح ما ذكرناه وعليه جمهور الفقهاء ومثاله أيضا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بابا أما من كفر بالله ولكن مثلا شرح صدره بالكفر أشتكي أوي آيتك فله ويوارثي عذاب أليم فله مسبوك سعبه اگر كسيك بباور ببه بخلاي فروردقال باشا يعني من بعد ايمانه او اجدوائي اوهي كباوري فيه كردوة ايماني بخواهي ناوه بلا من ادوائيه مرتد اوه
حالي بي هلا قريت ولا إيمان وهنا تكلينا دا جمالكي صوفش النحل من كفر بالله من بعد إيمانه أجر كسك بيبا وربخدا ببيه من بعد إيمانه أعمل جواب فعليهم غضب من الله حالي أو جوابك إيه إيه تأوي والليواء أو إسناك لاوة جاجارا من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم أو أوانا لسريانا نعوذ بالله توريل لا ينخواه ولهم عذاب عظيم وبأوان هي سزاي زور قورا متواجبون إيه سليرا جاءنا حموي وايا إلا من أكرها مدر كثيك زوري ليكرابه يعني لجير سيتري زورا كفري كردبه ولا لعين حالة زوري ليكرابه وقلبه مطمئن بالإيمان أشا ولا عين حالة ضويشي مطمئن بإيمانه يعني لخوي مطمئن كلا ضلوة أو كبدم يهاتوا كلا كفر بدل باور ريواني هل في الإيمان ما وتوا بل أي شيء ولكن من شرح بالكفر صدرا وبل ما بس كفيك أو من كفر بالله من بعد إيمانه ما بس كفيك كسيني خوي بكفر قشات كردوا من صدر بال من شرح بالكفر صدره صدر يعني سيني خوي يا ضلي خوي كردوا توا بكفر ضلي خوي كردوا توا وأتدري جاي بسبب كفره ضلي خوي كردوا توا بوي كفره كيف شيء تناو ضليه من جل من كثي كأوايا كأو اختلف عليهم غضب من الله دي ولهم عذاب عظيم هاي سمت واجبون بلى كواتا أويك لآيتك النأوين النسيوع لا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم متواجبون ديك كواتا لي رأي سنسان كردوا أي ساقر آمي سنسان أبوايا حركسك دواي إيمان لفزي كفر بيب الدمياء فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم وايا بلا شن أمي سنسان هيا بركة ثانية كذلك من كفر بالله من بعد إيمانه باش بأن أعوى شرح دي بالكفر صدرا أعوى شرح صدره بالكفر أعوى بأن شرح صدره بالكفر بأن شرح صدره شنو محول لمفعول به شرح متعدية بأن شرح بالكفر صدرا أبو شيوة بيه شاكا أو فعليهم غضب من الله شاكا أما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإيش اسمعي له يعني أجر أو نبوائيه مثلا أجر أم إيش اسمعي نبوائيه هل آوي دي هذا وقت من كفر بالله من بعد إيمانه أخو أو بأن أرشد بل إيش اسمعك أكره وكو أويك تخصيص كواهية ولهل آوى أبغي من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم يعني أجر أو إيش اسمعي نبوائيه كثيك إيش فأجر بدليش باوري بكفرك النبي هل كفرك بك بلكوت ونيا وليس كان أم إلا يا أوانا إستثناءك يعني أويك مؤمني قلبين إستثناءك كافر من أو إستثناء الإستثناء هنا قصر من كفر قصر من كفر كرياه وهو لفظ عام كلفظك عامة على من كفر باختياره ورضاه لسل أو كسيك باختياره سر بخوي ورزاية خوي كافر بو أما من كفر مكرها أما كسيك بزور ملي كافر بوبيا فلا يكون كافرا لو كافر نانا بزور كفر يبقي ومثل أيضا قول تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني باسي عباد الرحمن قال عباد الرحمن كين أولا جملتي لو بلوزوا بمعرفي كردني وأنا في فرموا مع عباد الرحمن معرفي كردوا لا فرمي عباد الرحمن أولا لقال خواوا يعني لقال كذاتي الله ينهيا خوايتي تربى نواز ناكل
يا خلايتي ترنا فرستن يعني معتقد بخلايتي ترنين شاكا وتشيك يعني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و أو نفسيك أخواي فروردقار رشتني خويني أوي حرام كردو أمان خلينا الرجل ناي كجن ما قال لبرابر حقا أو كثكي أمي كشت بي أمي بي كجيتاوا يا مثلا بالزيناي محصني كردلو دسوري بدريك رجم كريا قاضي دسور با يا رديبو بيو بالأساسي رد من بدل دينه فاقتلوه لثلو بي كجنوا ولا يذنون وداو أنت سجناكا ومن يفعل ذلك اگر كسيك باشا خل رأي سنائك ما نيا إلا بالحق يعني اگر او كابرا نفسك بحق كشت لبرابر حقائك إلا شوارشي وعباد الرحمن خارجنا فاسمع شاكم أميت يشم يعني اگر كسي شركي بيتي او عباد الرحمن بلك عباد الرحمن ويك لا يدعون مع الله إلى أن آخر كسيك اگر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كسيك اگر نفسك بنا حق كشت أو عباد الرحمن يعني يقف بحق بي كجيب عباد الرحمن لدائري عباد الرحمن ناشي تزلوه أو أو كسيك أقر دائري في سبكاء ولا دائري عباد الرحمن أنية ومن يفعل ذلك أقر كسي آغانبك أو يوازي كالكلا يلقى أسامة توشي أسامة بي قناحي قولا يا أسامك لبعضك لتفسير كان ومن شوينك سخت لجهنم توشي بي يضاعف له العذاب سزاي بودو شدانك ريته للروج قيامته ويخلد فيه مهانة وأمينته أبو أبدي فيه لو عذابها مهانا بإهانة تكراوي أو فيه أخذ إما معمولا بو إشباع أو كسر الله ميك لصلى ميلا بو إشباعك الشرط أولا ما قبل ما بعد متحرك به ولأمانة قال أورشك ما بعدك ما قبلك ساكنة إشباع أو كسر أدري ليلة استثناء إلى قرآن فيه أقل واتماشى قرآنك كان لا سأو كسرني يا يكش كل اللي فنأوه يا نسيا لحركة شيء أشياء إشباعنا إشباع يعني ولين ما دينية شن هم زينا يا بدوا متواجبون أما مديار ما ديك طبيعيها يا إما جيوا تلفظ بكسر يا كين تلفظ بيا يكش ساكنك فيه مهانة إشكال ثاني يا خون ومهانة بتحام ضبع إلا من تاب ما قد كسر توبك يعني او قناحانيك الجوية وتوببك وآمن وإيمان تجديد إيمان كاتوا إيمان بيري وعمل عملا صالحا كردوه باج عن جانبه جاء اقر آوابه يعني توبه كردو إيمانها وردو عملي صالحي عن جانبه او دياره باوانا شكر بها للريز عباد الرحمن لكن توبه كردو إيمانها وردو عملي صالحي عن جانبه فأولئك آوانا يبدل الله سيئاتهم حسنا خواهي قولي خلافك كان بشاخب وتبديلك وكان الله غفورا رحيما إذا فالإثم يلحق من فعل هذه المنكرات قناح توشي أو كسانة أبيك الله يلقى أسامة يضاعف له العذاب باشا ملحق بو كسانة كأم كان خلاواني أنجام داروا ولم يتب ويؤمن ويعمل الصالحة توبينا كذوا إيماننا وعمل صالحة أنجام لها أين أقلواني كذوا يتعذاب دعواني شكر يلوبر ولدواي او اماني انجام داري عذاب تعلق تونا بس متواجبون او ايش هذا يعني تعلم هذا ومن المفيد بيانه لا ويك مفيد بوثان بيانكم هنا ان الاستثناء اعمل نبو شتك ما مترح كلا درس حكي كلا او هو كمثلا لا محصناء او نبو وثمان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة يك ولا تقبل لهم شهادة دو أبدا وأولئك هم الفاسقون سي إلا الذين واستثناء آية لو سي جملة كان يعني استثناء لقشت يعني يا لأخي لك زين شو؟ أبي أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة أجر استثناء وارد ولدواء كومل جملة وكأو جملة أنا بسألك عطف كلامه فإنه أخر استثناء يعود إلى الجميع باشا أجرت بولاي همواني همواني ما لم يخصه دليل ما جر دليل تخصيص كربه عايزة مثلا إما أزانين
ناقرته ولا يفجلدهم ثمانين جلدة. شنو قال قرجوته حدود متوقفة به لبلوا هركس أو قصي كذبية مثلا بيجين توبك خلات وباك حتى كم توقف. وذهب البعض ولا بعد ذهب يقرأ إلى أن الإسناعي يرجعوا إلى الجملة الأخيرة أما بعد كانوايا كإسناك فقد مربوط بجملة آخرة إلى أن يقوم الدليل على التعميم. ما قال دليل لسا التعميم ببيه إما وثمان بوقشت يتي ما قال دليل لسا التخصيص ببيه أما أوانا من بو أخيرة ما قال دليل لسا التعميم ببيه بعكسه إسا أقل إما بلين وراء هربو أخينا كي ما قال دليل لسا التعميم ببيه إما أذانين بهنا كنيا بتوبة كليوا فقد في سقكان لاشي إذا وك قبول شهادة قبول شهادة اللي ناكره مثلا حاربون أبو جوان مثلا هل وكو آياتك كيسكان إلا الذين تابوا فإن الاستثناء الراجع للفاسقين ولا فاسقك شيء لا إلى الجلد على رأي هؤلاء القائلين لسر ريوانك قائل برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لسر ريوانك إثناء مربوط بالجملة الأخيرة وكذلك هو الراجع للفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل يعني الراجع له ولا فاسقين لسر حتى أوانشك قائل بالرجوع إثناء قبل جميع الجمل وحجتهما وهي أن الدليل داي أن الدليل داي خص الاستثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة يعني دليل في الآية إذن يفجلدهم ثمان جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا هل ينقضوا ما فيه يعني مثلا ديارة دورة هي لو زمينة إيش يقول لك إسلام مربوطة كابة جملة أخيرة أجل شي نسر قولي أمانة أو هر شامل أولئك يعني إسناك فخلى أولئك هم الفاسقون يعني بتوبة فخلى تفتح كرب قال يا نبي وتوجي من وين شيء أماي أجل بشي نرأي أو أن يشك على النخيل إسناك بوها مو جملة كان مقر دليل مقر مخصص فيها بي وكاك مخصص هي دليل هي بو أويك أم إسلام مربوط بفجر دون ثمان نجل دنعلي دليل هي بو أويك أم إسلام مربوط ب ولا تقبل لهم شهادة أبدا نجنعلي حارب لا فضل يواشا إيماش هرشن مثلا في منوايا كإستثناء أقل دواء جملة مربوط بها مو جملة كان بير برام دليل هاتوا أو جملة نيكري تخصيص كدوا جاي كدوا تو إستثناء مربوط بها بأخيرا كو حارب. ومثل قوله تعالى في القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق يعني أويك خطر خطأ إكرواني فعليه تحرير رقبتي لسريتي كتحرير رقبتي مؤمنة بك وديك تسليم شداء بأهلي مقتولك بدا إلا أن يصدقوا ما قال ما فك سكارك يصدقوا وتصدقك ببخش فالإثناء راجع للديتي دون الإعتاق ولا يعتاقك أني إثناءك متواجبين يعني تحرير الرقبك هذا سلا إلا أن يصدق يعني أوان لبشك إخوان أخذني أقلت هو تحرير رقبك تحرير رقبك مربوط بوارثين مقتولك نية حالني أولا رأي إخوان عليك وحق إخوان لك دي دوا ما كتشي أو يكتو ديكا دي ديكا بو أوان أقل أوان وكي أن ديما نقرقنا وكريان بصدقة أو ديار خير عن قيوة ولي إلا أن يصدقوا يعني ممكن أو فهم واسي قبل أقل أوان تصدق يعني كل بس كواتا خواجنا هنا كي خويدة الله قليلا أو يكتو عبدك عزاتك نعم وحق إخوان لك حاربون دليل سايبتك لأن الدية هي الجملة لأن الدية هي الجملة الأخيرة فقط شكا الدية جملة دية كجملة آخرة أو لأن الدليل يا لأن الدية هي الجملة الأخيرة فقط لسر رأي أوانيك على إثناء مربوط بالجملة الأخيرة أو لأن الدليل دل على تخصيص إثناء بالدية فقط يا دليل هات وذلك أرسل أويك إثناءك مربوط بالدية كيا على رأي الخائلين لسر رأي أوانيك قائل بشي برجوع الإثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة بوها مجملة أكثر كلاوك سعى شنك.